بس استنجدنا بيهم هبه وحده وقاعدين ينظفون هذا التراب ان شاء الله حتى يكون دخولنا وخروجنا من المنزل مرتاحين بصوره جيده ان شاء الله وممنونين على عملهم هذا. نشكر السيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني على هاي المبادره اللي سواها بالمنطقه ونقذ هواي عوائل، ونشكر الجهد الهندسي والخدمي اللي اشتغل وسعى بهاي المنطقه.